يسعدني في هذا اليوم الثاني والعشرين من فبراير للعام 2024 أن آتي إلى هنا أنا والأخ رئيس هيئة الأركان العامة والأخوة قادة المناطق والأخوة قادة الأمن لفتح تأسيس النقطة لفتح الطريق مأرب صنعاء في هذا المكان. الهدف من الوصول إلى هنا وفتح الطريق بالتفاهم مع القيادة السياسية ممثلة فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي والإخوة الأعضاء والحكومة وكذلك وجهاء وأبناء محافظة مأرب وإخوانهم الوجهاء والقادة الموجودين في داخل المحافظة. قررنا جميعا أن نقطع الطريق على الجميع وأن نبدأ فتح الطريق، ولنا أمل في الطرف الثاني لمصلحة الشعب اليمني أن يقابلونا في الجانب الآخر بعمل نقطة لهم وفتح الطريق للمواطنين للتسهيل عليهم. هذه الطريق التي تعبر من مأرب عبر فرضة نهم إلى صنعاء ستكون سهلة جدا لمرور وعبور المواطنين جميعا. لا شك أننا تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع مع مبعوث الأممي مع عدد من الوسطاء اليمنيين، لا داعي لذكر الأسماء حتى لا يتعرض أحدهم لأي أذى. آمل من الجميع أن نتعاون جميعا دون مزايدة على حساب المواطن اليمني وما يتعرض له. كفى ما يعانيه الشعب اليمني، كفى ما يعانيه من مآسي ومن متاعب لا حصر لها. آمل من الجميع أن نتعاون جميعا فيما مشاه مصلحة الشعب اليمني، وباقي الأمور لها مكانها ولها مساجلتها ولها شأنها سواء كانت حربا أو سلما. وكذلك آمل أن تفتح الطريق على محافظة تعز التي محاصرة لها 9 سنوات. نحن نبدأ اليوم بالطريق هذه فرضة نهم، ونأمل أن نفتح الطريق الثاني الذي هو مأرب البيضاء صنعاء وكذلك مأرب صرواح صنعاء. نأمل أن نجد تلبية لهذه الدعوة. يعلم الله أننا جئنا اليوم لا نريد مزايدة، إلا أن نثبت للمواطن اليمني أن على أتم الاستعداد ولا غضاضة في ذلك، لا نرى أن هناك أي ضرر مترتب على, 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 على عبور المواطن من هذا المكان. لا شك أنها من طرف واحد، ولكن لنا أمل أن يستجيب الجميع لها. نحن الآن أسسنا النقطة في هذا المكان ونسلمها للأمن عبر الأخ رئيس الأركان العامة هو الأخوة قادة المناطق وبحضور قائد الأمن الخاص ومدير الأمن. نسلم النقطة للجهات الأمنية ونحن على استعداد أن نجهزها بالتجهيزات اللازمة والكافية لراحة المواطنين وتسهيل مرورهم. نحن مستعدين لأن نقدم كل ما من شأنه أن يسهل على المواطن. اليوم تم افتتاح معرض تسويقي لمنتجات المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 21 مارس. طبعا تقدمت الفعالية نتيجة لقدوم شهر رمضان وطفنا بأجسام المعرض عن عام تطور هذه المنتجات وأيضاً قدرات المرأة، ومناسبة طيبة أن تعرض منتجاتهم. هم بحاجة إلى سوق دائم كما طرحوا علينا، وذلك ضمن مشاريع اللي يتم تسويقها الآن سيدات الأعمال. إن شاء الله سنجد حل لذلك في مع الشركاء المانحين إن شاء الله، وسيكون بإذن الله موقع مركز دائم تسويق منتجات المرأة والأسر المنتجة، وسيدر عليهم بلا شك بدخل إضافي لمواجهة أعباء الحياة. سعنا اليوم بوجود السلطة المحلية افتتاح معرض الترويج السادس، وهي فعالية اعتاد مكتبنا على إقامتها سنويا احتفالا باليوم العالمي للمرأة 21 مارس وعيد الأم. وهذه الفعالية تمثل بالنسبة لنا أهمية كبيرة كون مكتبنا يعمل بجد، وهناك دائرتين مسؤولة على المرأة العاملة والمرأة والطفل، تقدم كل ما يستحق هذه الشريحة. نتمنى من السلطة المحلية الدعم وكذا من المانحين. هذه الشريحة بحاجة بالفعل إلى دعم وإقامة معارض دائمة
ومستمرة. طبعا هذا يأتي المعرض الترويجي السادس الذي يقيمه مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي تنظمه إدارتي المرأة والطفل بالمكتب وإدارة المرأة العاملة، والتي يأتي تزامنا مع شهر المرأة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، هو 21 مارس عيد الأم. طبعا عدد المشاركات الموجودات في هذا المعرض تقريبا 150 مشاركة من مديريات سيئون وتريم والقطن والشبان. طبعا اختلفت المنتجات داخل هذه الخيمة. طبعا يستمر هذا المعرض لمدة 3 أيام متتالية من يومنا هذا الخميس إلى يوم السبت إن شاء الله. طبعا الهدف من هذا المعرض هو إحياء اليوم العالمي للمرأة وكذا عيد الأم. طبعا والهدف كذلك هو توطيد العلاقة بين المشاركات الموجودات في المعرض وإتاحة الفرصة. طبعا هذا المعرض يكون مختلف عن بقية المعارض، إن احنا ضمينا تحت هذه السقف 4 مديريات، كان في البداية كان مديرية واحدة، الآن جمعيات منظمات المجتمع المدني وكذا الشركات القطاع المحلي قاموا بدعم هذا المعرض، وتمكننا من إيصال الترويج إعلان المعرض إلى بقية المديريات. طبعا أتمنى من السلطة المحلية إقامة سوق دائم، وهذا مطلب دائم ويتكرر، يا ريت يكون هناك من يستجيب لهذا المطلب. أتمنى التوفيق لجميع المشاركات الموجودة داخل المعرض، وكذا أنتهزها فرصة بالشكر الجزيل لدعم السلطة المحلية التي كان سند لمكتب الشؤون الاجتماعية وحضورها للافتتاح وكذا تواصلها الدائم معنا. شكرا جزيلا. في 25 مارس 2015 كان الحوثيين في غزوهم بعد احتلالهم قاعدة العنب، كان الهدف الرئيس هو الوصول إلى باب المندب. احتلوا عدن، كان الهدف الرئيس أنهم يصلوا إلى باب المندب. إيش؟ بعدين تليها المنطقة الاقتصادية، بعدين أعالي البحار. دكتور صبري عفيف العلوي المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، طبعا في صباح هذا اليوم عقدت ورشة علمية تحت عنوان الاعتداءات على المياه الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الشعب في اليمن. طبعا هذه الهجمات والاعتداءات لم تكن وليدة اللحظة، بل إنها ابتدأت منذ 2014 وقد تعرضت عدد من السفن تتجاوز أكثر من 13 هدف بحري تم قبل أحداث غزة. وبعد أحداث غزة تم توظيف هذه الاستراتيجية لدى الميليشيات الحوثية في استخدام القوة المفرطة على المياه الإقليمية التي لها قواعد محكمة دولية بعدم الاعتداء على هذه الممرات الدولية. فقد تصاعدت الأحداث وتصاعدت الأزمات من خلال هذه الاعتداءات، ولا سيما في شهر ديسمبر وشهر يناير من العام الحالي، حيث بلغت الاعتداءات 106 اعتداء نفذ منها بأهداف مباشرة بنسبة 30 أو 28%. وهذه التداعيات أثرت على الحركة الاقتصادية سواء كانت في اليمن سواء كانت في مضيق يعني قناة السويس على الشعب المصري وكذلك على السودان والأردن. Come on, come on, come on!
وطن وشبحري قوة السنوات غيرة من أي مهام أستعلم بهذا المهام أخي المقاومة الوطنية في شدة سفرية عن مسافة 40 كيلو ومن خلال هذه نعاهد الله ونعاهد قيادتنا ممثلة بالعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح حفظه الله ورعاه ان احنا جاهزين بمعنويات عالية وروح قتالية عالية مهما حسد الحوثي مهما كذب على الشعب اليمني جرائمه تساوي جرائم العدو الصهيوني في تعز وفي إب وفي جميع محافظة الجمهورية اليمنية. الليل يا طيار قيس المسافة وطير وغادر من سماء المنطقة. منطقة. باتجاه الهدف حد الطريق المسير وتوجه نحو المجوسي وحرقه. أحرقه. قد طالت المدة مع الوقت القصير وصارت بنادقنا لقتها المتشوقة. شوقة. وقرب بعد ربي بالنصر الكبير قدام طريقة تراجع مغلقة. ساعة الصفر دقات النفير والنصر بإذن الله باحقه. حقه. جبهة الساحل الغربي والعة من السعير مستعدة تهجم بقوة فائقة. ظلمك شعبي ولا فيك ذرة ضمير وحكمك مع حكم الإمام الطابقة وترسل للجبهات الطفل الصغير تغسل دماغه في ثقافة فاسقة ارسل حشودك مهما يكون حشدك كبير أسود البراري بنيابها بتمزقه وأسود البحرية الزائر زئير أسود ثابتة في بحرنا متعمقة جينا إلى الساحل بهمة وإصرار فينا عزيمة معنوية وإرادة نمضي على درب الميامين الأحرار وكل نشمة حر قابض زنادة مقاومة حرة بركان وإعصار العهد منا للوطن والقيادة في دربكم بري مظلي وبحار وشعارنا يا نصر ولا شهادة هذا القسم نوفيه لو صار ما صار في دربكم يا خير فرسان قادة والله ما نخضع لشيعي وسمسار خدام فارس خامنا البيادة الموت للي اسمه هم قالوا انصار زي دمروا شعبي روافض عند مفترق جامعة الأقصى السيارة اللي قدامنا انضربت مدفعية وتصوبنا يعني تصوبت أنا في رجلي وفي صدري من هنا واتجهنا على الدير قعدت أسبوع في المستشفى والحمد لله امبارح طلعت مستشفى المدارس بتعرضوا لقصف يعني كانوا في المدرسة تحت الشباك الصف اللي أنا فيه قرايبي اتصاوبوا وهم في الخيمة صارت الأمور بالنسبة للأسعار للمعيشة الإنسان والحياة الطبيعية ما فيش حياة طبيعية كله فوق الخيال أسعار فوق الخيال الناس مش قادرة تعيش يعني بصراحة لو احنا بدنا نقارن ما بين قبل الحرب وما بعد الحرب احنا عشنا حرب مع اسرائيل وحرب مع الاسعار فظروف المعيشيه صعبه جدا انا عشت مزوح ثلاث مرات من بيتي لا بيت نسايبي لا خيمه البيت اول بيت نزحت عليه استشهد فيه اخو زوجتي ونسيبه وواحد من العمال كان بعبوا مي على السطح وضربوه بقذيفه مباشره انضربوا بقذيفه مباشره فيهم يعني من نزوح لنزوح الان قاعدين في خيمه